حاليا انا بصدد الشغل على واحد فيلم طويل ديال جمال بن مجدوب غتكون سميتو اوتي دو لا بي، ان شاء الله غادي نبدا لو تورناج ديال المسلسل الجديد. كانت تجربة زوينة، اون ايكيب اللي موالفة نخدم معاهم دايوغ ياسين فنان اباغ انه مخرج كبير سي انامي، انامي اللي خدمت اشتغلت معاه بزاف ديال الاعمال، يعني كانت تجربة زوينة بحكم انه كان لو بخومي تيليفيلم ديالي واللي الحمد لله لقى نجاح زوين وصدى زوين عند الجمهور. معرفتش شنو غنجاوبك على هذا السؤال هذا، ديجا صافي بليسيغ اللي كنقدر نوصل الاحساس كيف ما هو المشاهد، حيت لو تيليسبيكتاتور اون جينيرال إل ميريت يشوف شي حاجة دو كاليتي، يعني أنا بالنسبة ليا إلا ما وصلش الإحساس ديالي للمشاهد سافو ديغ كو ما نجحش في تقمص الشخصية، دونك هذا راه واجب فيزافي لو تيليسبيكتاتور. ما عنديش سر وما عنديش وصفة ولا شي حاجة زعما في هذا النطاق هذا، مي كنقول الحمد لله ربي ما كيحشمناش. وي أنا ملي كنت صغيرة وأنا كندير تياتر، ملي كانت عندي 5 أون وأنا كندير المسرح، و تخرجت من لارت دراماتيك فرونسي ان 2014. وي وي انا اي سي جي خريجه ديال المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير ماركتينغ اكسون كوميرسيال.